حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية. أهلا بك دكتور في نشرة الثالثة. إذن علم الترميز الطبي، هل أوضحت لنا دكتور ما هو هذا العلم الذي تقومون طبعا بتدريسه في المستشفيات الحكومية، وما أهمية تأهيل وتنمية الكوادر البحرينية في هذا القطاع؟ مسي عليكم بالخير. بداية حبيت أشكركم على هذه الاستضافة وعلى تسليط الضوء على المشاريع والجهود اللي تقوم بها المستشفيات الحكومية في مملكة البحرين. طبعا الترميز الطبي يعتبر عملية تحويل الأسماء المصطلحات الطبية للأمراض بالإضافة للعمليات الجراحية والتحاليل المخبرية إلى رموز. هذه الرموز تكون رموز رقمية وحرفية، وذلك عن طريق مراجعة وتحليل السجل الطبي للمريض من قبل المختصين في إدارة المعلومات الصحية. طبعا تتم عملية الترميز عن استخدام تصانيف دولية للأمراض برموز خاصة، وذلك لتسهيل يعني استعمالها في تخطيط الخدمات الصحية، تخصيص أيضا الموارد، بالإضافة إلى وضع بعض المعايير السريرية والإحصائيات الصحية، بالإضافة طبعا إلى الدراسات والأبحاث العلمية طبعا، والأهم في الضمان الصحي تنظيم عمليات التمويل والسداد ومراجعة الحسابات مع شركات التأمين. لذا الترميز الطبي اليوم يعتبر خطوة أساسية ومهمة تترتب عليها خطوات عدة لتطبيق برنامج الضمان الصحي والتسيير الذاتي في المستشفيات الحكومية، واللي يأتينا اليوم برعاية وإشراف المجلس الأعلى للصحة. نعم دكتور، يعني بالنظر للخطة الوطنية للصحة 2016-2025 نجد بأنها تعتمد في مجملها على تأهيل وتنمية الكوادر البحرينية، يعني حتى تحقق هذه الخطة أهدافها. أين تقف جهودكم اليوم في تنفيذ هذه الخطة؟ نعم، اسمحوا لي أن أؤكد بأننا في المستشفيات الحكومية نقوم بأقصى جهد لتقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه، وذلك لتفعيل هذا القطاع الصحي لكونه اليوم ركيزة أساسية من ركائز التنمية والاهتمام بالإنسان سواء الموظف أو المواطن أو الوافد، وذلك تحقيقا لرسالة الحكومة الموقرة وتماشيا مع رؤية مجلس أمناء المستشفيات الحكومية. لذا أن الاستثمار اليوم الحقيقي يكمن عندنا في الاستثمار بالموارد البشرية بالمستشفيات الحكومية بكافة المناصب. لذلك حرصنا اليوم على تدريب الكوادر سواء في الترميز الطبي أو غيرها من البرامج الاختصاصية، وفي كل ما يساهم لتحقيق أهداف الخطة الصحية بما يتماشى طبعا مع استراتيجيات التطوير والتي تشمل الاستعداد لتطبيق الضمان الصحي بالمستشفيات الحكومية. حبيت أذكر أن احنا اليوم فخورين جدا أن لدينا أيضا في التخصصات الأخرى أكثر من 63 مبتعث من المستشفيات الحكومية للتخصص في دراسات مختلفة خارج البحرين من ضمن الاستثمار بالعنصر البشري. نعم دكتور أحمد محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، شكرا جزيلا لك.